سؤال: كم كانت مدة حصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب بني طالب؟ 3 سنوات، 7 سنوات، 4 سنوات؟ الإجابة الصحيحة 3 سنوات. سؤال: ما الدابة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء؟ الحصان، الجمل، البراق؟ الإجابة الصحيحة البراق. سؤال: من الذين استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم على المقابر؟ أهل المدينة، أهل البقيع، أهل مكة؟ الإجابة الصحيحة أهل البقيع.